نعود لكم من جديد هذه المرة وعلى أداء الأسواق العالمية. كيف تبدي لدينا الأسواق في وقعها جلسة هذا اليوم على خلفية كل من الشهادة التي أدلت بها جانيت يلين أمام مجلس النواب وكذلك مجلس الشيوخ؟ الكونغرس هذه المرة يمرر المشروع وبحاجة هذه المرة إلى تمريره كقانون من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما. استمعنا بالأمس كذلك إلى الكلمة التي ألقاها محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كاني بشأن إبقاء أسعار الفائدة على معدلاتها واختار الأسواق ب18 مؤشرا ستكون المعيار الرئيس للحكم على الخطوات القادمة للمركز البريطاني. كل هذه الأمور نناقشها مع ضيفي من أبوظبي السيد نور الدين مفيد الحموري وهو كبير استراتيجي الأسواق في شركة ADS Securities. أحييك سيد نور. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح النور. الكونغرس يوافق هذه المرة على رفع سقف الدين بدون أي شروط موصولة ويبدو أنه بحاجة بعد ما تم تمرير المشروع من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ إلى المصادقة به كقانون من قبل الرئيس الأمريكي. ماذا يعني ذلك للأسواق أن لا يتم المجادلة والمناقشة؟ من أين سيأتي أو ستأتي الولايات المتحدة الأمريكية بالإمكانية لسداد قروضها؟ هناك الإمكانية لا يوجد هناك بالفعل إمكانية. عندنا 17 أو أكثر من 17 تريليون دولار من الديون، والآن بعد رفع سقف الدين من جديد لسنة قادمة على الأقل سنصل إلى 18 تريليون. لكن السؤال، ما الذي ستفعل جانيت يلين الآن في خلال الفترة المقبلة مع وجود أيضا تخفيف التيسير للكمية من جديد؟ أولا الشيء الأخرى، لن يكون هناك طبعا بالتأكيد لم تكن هناك توقعات على الأقل ولو 1% فقط أن يكون هناك في government shutdown آخر، لأنه الاقتصاد عانى نوعا ما من خسارة بأكثر من 24 مليار دولار، بالرغم من أنه لم نشهد هذه الأرقام أو لم نشهد هذا التأثير على الأرقام الاقتصادية على الأقل. لكن بغض النظر عن الأرقام الرسمية إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة، الأهم تكمن الآن بما الذي ستقوم به أو كيف ستقوم جانيت يلين الآن بمهمتها المقبلة، استمرار تخفيف التيسير الكمي، وفيما لو طبعا حصل ذلك والذي ما نستبعده على الأقل، كيف سيتم أن يكون هناك عملية الـ unwinding balance sheet اللي هي عملية تضييق الميزانية العامة للفدرالي أو الاحتياط الفدرالي. طيب دعنا نقرأ أيضا هذه المرة ماذا يحدث من قبل قرارات البنوك المركزية. هل تفاجأت بكلمات مارك كاني؟ ولكن أعني هنا المفاجأة فيما يتعلق بأنه سيعزز تحركات المركز البريطاني بوجود 18 مؤشرا جديدا سيتم الحكم من خلالها على قابلية المركزي بالتحرك بشأن أسعار الفائدة. على الأقل لن يكون هناك في تحرك الآن ولا حتى بعد، يعني على الأقل من الآن حتى نهاية العام. هذه أول شيء لسبب مهم جدا. أولا عملية التغير الحاصل الآن في البنوك المركزية والتحركات بشكل فردي، لدينا تخفيف التيسير الكمي بالولايات المتحدة الأمريكية، نوع من الحديث عن المزيد من الإجراءات التيسيرية أو التحفيزية من قبل أوروبا، أيضا لدينا في اليابان المزيد من التحفيز، هناك المشكلة الكريدت في الصين، أستراليا المزيد من التباطؤ، الأرجنتين أيضا في أو الدول ماركت ايضا في حاله من نوع من عدم الاستقرار. جميع هذه الامور تعطينا او اعطت نوعا ما مارك كارني المزيد من الكونفيدنت او المزيد من الثقه بالابقاء على كل شيء كما هو عليه، حتى انه لم يقوم كما كنا نتوقع انه ان يقوم بتخفيض الهدف لمعدلات البطاله الى مستويات 6.5%، لكنه ابقاه على 7%، لكنه اكد من جديد انه حتى لو وصلنا الى 7% وهو متوقع ان يكون في ارقام شهر يناير الماضي، لن يكون هناك حاجه لرفع اسعار الفائدة أولا، ولن يكون هناك في أي نوع من التغير على المدى القصير. لكن الأرقام أو خلال الربع الأول من العام الحالي هي التي في الغالب ما ستحكم على السياسة المقبلة وما يمكن أن يقوم به مارك كارني لبدء سحب أو exiting strategy أو سحب أو استراتيجية الخروج من سوق السندات وسحب السيولة التي هي حوالي 375 مليار جنيه استرليني الآن. طب دعنا نعود إلى العملات تحديدا. نور معك، الدولار ماذا سيحدث له بعد قانون، دعنا لن نقول بعد الحكم على شهادة يلين بقدر ما هو تمرير قانون الآن بحاجة إلى توقيع بشأن رفع سقف الدين بدون شروط، كيف سيكون تأثير ذلك على تحركات الدولار بعد إقرار القانون؟
على الأقل خلال الفترة القصيرة يعني لازلنا نوعا ما إيجابيين على الدولار الأمريكي، ليس بسبب فقط القانون لكن عملية التخفيف التيسير الكمي. الآن في عندنا 20 مليار من الممكن أن تصل إلى 30 مليار هذا، لكن 30 مليار نستبعده على الأقل، لكن عملية التخفيف لازالت ستعطي الدولار الأمريكي على الأقل خلال الفترة المقبلة بعض الزخم، لكن الزخم سيكون قصير الأجل لأنه لازلنا نرى أنه الأرقام الاقتصادية التي ستظهر خلال شهر يناير وشهر فبراير قد تدفع جانيت يلين من جديد لوقف التخفيف التيسير الكمي كما ذكرت حتى في الشهادة. في الشهادة كان هناك أمرين غريبين. أولا أحد الكونغرسمن أو أحد الأعضاء في الكونغرس ذكر كيو إي إنفينيتي أو اللي هي التيسير الكمي إلى ما لا نهاية فيما لو ساءت الأرقام، هذه من جهة. الجهة الأخرى أيضا جانيت يلين ذات نفسها قالت فيما لو أنها كانت أولا متفاجئة بأرقام شهر يناير والتي أيضا لم تكن بسبب الطقس السيء، وهذا ما أثبته قطاع الكونستراكشن أو قطاع التشييد، بالإضافة لأنه قالت أنه فيما لو استمرت الأرقام الاقتصادية بأن تأتي بشكل سلبي من الممكن أن يتم وقف، ولم تقول أن يتم يعني opposing، قالت ممكن أن يكون هناك في ending بالQE tapering. هذا ما يعطينا أيضا من جديد إشارة إلى أنه هناك لازال في تخوف حول الأرقام الاقتصادية، وفيما لو حصل ذلك بالفعل هذا سيؤدي إلى ضعف عام كبير جدا في الدولار الأمريكي، لأنه مجرد ما يتم اتخاذ قرار وقف تخفيف التيسير الكمي هذا سيعطينا دلائل أنه من الممكن أن يتم إضافة المزيد من التيسير الكمي من جديد. طب أرجو أن تبقى معنا السيد نور الدين الحموري، نعود لك بعد قليل. هذه المرة كيف تتحرك الأسواق في جلستها لهذا اليوم وخاصة الأوروبية وكذلك المؤشرات الرئيسة فيما يتعلق بأسواق السلع بعد قليل؟ إذن نعود لكم هذه المرة إلى الشأن العالمي. نحن في انتظار أيضا القراءة حول أداء مؤشر أسعار المستهلكين الألماني، والذي طبعا فيما يتعلق بالأداء الفعلي مقابل طبعا الأداء السابق. جاءت لدينا طبعا البيانات الرسمية يوم الخميس أظهرت أن التضخم المالي للمستهلك الألماني هبط في الشهر السابق شهر يناير. هذا التقرير من مكتب الفيدرالي الألماني للإحصاءات قال أن مؤشر أسعار المستهلك الألماني هبط إلى التعدل الموسمي، ولكن سنتابع طبعا دقة هذه الأرقام وكذلك ما معناه بالنسبة للاقتصاد الألماني. أعود من جديد إلى ضيفي من أبوظبي السيد نور الدين مفيد الحموري. سيد نور، نتوقف هذه المرة على أداء الأسواق الأوروبية، ما الذي يجب أن ننظر إليه بالنسبة لمعدلات التضخم بشكل عام حتى نحكم على الأداء بالنسبة لقرارات المركز الأوروبي بأنه ليس مضطرا في الفترة القادمة أيضا للعب على أسعار الفائدة؟ هو في الغالب يمكن، ليس مضطرا الآن لكن في الغالب ما سيكون مضطرا خلال الفترة المقبلة بقيام ذلك. يوم أمس شهدنا أيضا من جديد، هناك كان أكثر من تصريح على مدار الأسبوعين الماضيين أنه البنك المركزي الأوروبي، أو خصوصا يوم أمس، أن البنك المركزي الأوروبي يتخذ بالفعل أو عملية تخفيض الأسعار الفائدة على الودائع إلى ما دون الصفر بشكل جدي. هذا ما يعطينا من جديد هو نوع من التحركات، أو ليس لدى البنك المركزي الأوروبي الآن سوى الحديث عن تخفيض معدلات الفائدة ليس بالفعل القيام بها، لكن في الغالب ما يمكن أن يقوم بها، فيما لو انخفضت من جديد مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو والذي وصل مرة أخرى إلى أدنى مستوياته في التاريخ عند 17% ممكن، فيما لو شهدنا خلال 28 فبراير الحالي، فيما لو انخفضنا إلى مدون مستويات 17 هذا الشيء من الممكن أن يؤدي بالفعل إلى تخفيض معدلات الفائدة من جديد إلى على الأقل مستويات 0% أو 10%، لأنه خلال الفترة الماضية عندما تم في نوفمبر تخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات 0.25% من أصل 0.5%، كان عندما وصل أيضا من جديد مؤشر أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى له في التاريخ. فالمزيد من الانخفاض سيؤدي مرة أخرى من تحرك من قبل البنك المركزي، لكن من جديد تخفيض أسعار الفائدة لن يكون كافي فقط، لأنه تخفيض من نوفمبر للآن لم يكفي أيضا التضخم، ولن أيضا يكفي تضخم فيما لو تم تخفيض المعدلات من جديد إلى 0.1، ونتوقع أن يكون في هناك إجراءات أخرى من قبل البنك المركزي سواء بتخفيض معدلات الفائدة على الودائع إلى ما دون الصفر، أو أن يكون هناك في عملية LTRO أو عملية تمويل للبنوك طويلة الأجل، لكن بشروط مهمة التي ستكون في الغالب عدم إيداع أو عدم السماح للبنوك الأوروبية بالإيداع أو بإيداع هذه الأموال في البنك المركزي مرة أخرى كما حصل في LTRO الأول والثاني. طيب دعنا نتجه الآن إلى الفترة القادمة، يعني تمنحنا الأسواق حتى نهاية الربع الأول من هذا
العام، لدينا حتى الآن ربما 40 يوم حتى نستطيع أن نحكم على الأداء من الربع الأول. ما الذي نتوقعه نور بالنسبة للأسواق، أسواق الأسهم أن تقدم لنا في ربعها الأول بالنسبة للحراكات، النمو في مؤشراتها الرئيسة، موسم إعلان نتائج مرتبط بالعام الماضي، كيف سيكون التأثير في الفترة القادمة؟ في اعتقادي كله سيكون مبني الآن ولا على أي أرقام اقتصادية سوى الأرقام الأمريكية أكثر من أي اقتصاد آخر. عندنا جانيوري بدأنا بالإعلان أو بالإعلانات عن أرقام يناير، هذه الفترة هي أهم فترة في الوقت الحالي. فيما لو شهدنا في الغالب أو هذا ما نتوقعه بالفعل متشائمين نحو ما سيحصل في الاقتصاد الأمريكي، خصوصا بعد سحب التيسير الكمي، نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي هو مدمن على ما يسمى بالتيسير الكمي وسيجبر في وقت لاحق الفدرالي أو جانيت يلن على المزيد من التيسير الكمي ووقف التخفيف. هذا سيعطينا مرة أخرى أو السنة الحالية على الأقل سنة 2014 من الممكن أن تكون من السنوات التي ستذكر في التاريخ في الغالب، على الأقل من ناحية ضعف الدولار أو ضعف العام الذي من الممكن أن يحصل في الدولار الأمريكي، وأيضا انخفاض أسواق الأسهم، لأنه هذه المرة فيما لو قامت جانيت يلن بالفعل بوقف تخفيف التيسير الكمي وإضافة المزيد من التيسير الكمي لن يدعم هذا الشيء أسواق الأسهم، بينما سيكون شيء سلبي بغض النظر عن السيولة التي سيتم الدعم بها، لأنه فيما لو حصل ذلك سيكون هناك في انخفاض في ثقة المستثمرين على الأقل في كل الأرقام الاقتصادية على الأقل، وأيضا في ثقتهم بالفدرالي الأمريكي كمفتاح أمان بالنسبة للاقتصاد العالمي. فهذه على الأقل خلال الربع الأول، ننتظر على الأقل حتى نهاية مارس الحالي لنشهد فعليا أولا عدم تأثير أو عدم الحديث من جديد أو الحديث عن أنه الطقس كان هو العامل الأكبر في انخفاض الأرقام الاقتصادية في شهر يناير، لكن ننتظر أيضا الأهم الأرقام خلال فبراير وأيضا مارس. طيب دعنا نتجه إلى الذهب معك نور، ما الذي نتوقعه في هذه الفترة بعد التحفظ الذي أبداه لدينا طبعا المركز البريطاني من تحفظ بشأن اللعب والمساس في أسعار الفائدة، طمأنة من قبل الجانب الأمريكي فيما يتعلق بموضوع الإقراض، كل ذلك مدى تأثيره على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب؟ تذكرين كل ما كنا نتكلم عن الذهب كنا نذكر نقطة 1180 دولار التي وصلناها خلال العام الماضي، ولم نستطيع إلى الآن أي إغلاق على الأقل بمستوى فصلي أو على مدار 3 أشهر ولا حتى على مستوى يومي أو أسبوعي بالانخفاض إلى تلك المستويات من جديد. هناك أيضا الـ ETFs أو اللي هي الهولدنجز أو عملية حيازات في حيازات الذهب بالصناديق الاستثمارية الـ ETFs بدأت نوعا ما بالارتفاع من جديد مع عودة ارتفاع أسعار الذهب، وهذا في العادة ما يحصل أصلا. لكن السؤال يكمن هنا، بالرغم من تخفيف التيسير الكمي من الفدرالي الأمريكي مرتين ب 20 مليار وانخفاض معدلات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، الذهب لم يتفاعل بأي شكل كان مع التوقعات التي كانت تذكر أن الذهب سينخفض إلى مدون مستويات 1000 دولار. هذا الشيء ممكن أن يعطينا من جديد أن هناك في ملجأ أمان مرة أخرى للذهب، وسيبقى ملجأ أمان على المدى الطويل. النقطة المهمة الآن هي أنه في عنا لا زالت هناك عمليات شورتس كبيرة أو عمليات بيع للذهب على الأقل في بورصة شيكاغو، لكن مجرد ما يكون هناك في نوع من الإيقان في الأسواق أنه عمليات تخفيف التيسير الكمي والتغير في السياسات من قبل البنوك المركزية ستؤثر سلبا على الاقتصاد، هذا الشيء سيؤدي إلى نوعا ما من نسف هذه العقود السلبية أو عقود البيع على الذهب والاتجاه مرة أخرى للذهب، لأنه فيما لو حصل هذا السيناريو وهو في الغالب ما يمكن أن يحصل، هذا الشيء سيؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية من جديد، هذا شيء وارد فيما لو من جديد شهدنا المزيد من التباطؤ الاقتصادي حول العالم. وأشكرك ضيفي من أبو ظبي السيد نور الدين مفيد الحموري، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities.